بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. صلوا على نبينا محمد وآل محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. اليوم أنا معلش اعذروني، فرحان والله إن المقطع اللي راح أقدم لكم إياه شفت منه كم لقطة بالحيل عجبني. اليوم راح تشوفون خصلة جديدة من خصلات العراقيين، بارك الله بهم، عيفك من الكرم والغيرة والأمور هاي. اليوم راح أفرجيكم الشجاعة والقوة وتحدي مصارعة وتحدي بين العراقيين، جنود عراقيين وجنود أمريكان. راح يعجبكم التحدي، مقاطع كثير كويسة راح تشوفون إنه الإنسان العراقي أو الإنسان العربي نقدر نقول إنسان خارق وبطل، ولكن ما عندنا إمكانيات تخلينا نقدر على أعدائنا، واللي خلاهم يقدرون هم علينا الإمكانيات اللي عندهم ولا القوة الجسدية لينا وقوة القلب لينا، بارك الله بينا وبالشعب العراقي. حبايب قلبي خليكم معي وشوفوا المقطع، وأتمنى منكم إذا عجبكم المقطع ما تنسونا من اللايك والاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس مشان يصلكم كل شيء جديد نقدمه. حبايب قلبي يلا نبلش. تابع معي حبايب قلبي، راح تتفاجئون والله أني يعني كيفت كثير على هالمقطع، لأنه كنت أشوف الجندي الأمريكي لابس الجعبة والروسية والبارودة والمدري إيش المخازن، أفكره شغلة كبيرة، ولكن في النهاية اكتشفت إنهم جرذان. شوفهم هالمقطع عبارة عن جنود أمريكان يزتون حالهم من الطيارة. شو يزتون حالهم أول شيء هذول أمريكان، شوف شلون خايفين، شوف شلون يزتون حالهم معني. فرج قد مترددين لحق هذا وخايفين، بدك تقول لي الأمر يخوف مو ألحس تشوف العراقيين. فرج اتفرج شلون مرتعبين، ضحك على ميت بقى ضحك مثل الاولاد لما يريد يقعد على حرف الرصيف ضحك. فرج العراقيين، شوف كفو كفو، شوف شلون تدور حالهم، شوف الفرج كفو كفو، ما نحترم غير الكفو وابن الكفو، حنا بدو ضحك هذا اخر واحد ضحك، عن والده جينا هجدو جينا هجدو، تدرون معنا تهجدو، معناتها نقطع النساء من اللي ونقطع يده، جينا هجدو تدرون. شفتم الفرق بين الجندي الامريكي والعراقي؟ هذا مو شيء. فرجوا لفرجيكم عاد، شوفهم هنا تابعوا مصارعة بين امريكي وعراقي، طبعا الامريكي الاصلع والعراقي معروف من شواربه، جندي امريكي وجندي عراقي. صدقوني والله فرحان من قلبي، يعني انا كيف على هيك مقاطع، وشلون ما شفت هنا الا العز فرج. الاصلع امريكي وهذا الاسمراني ابو شوارب هذا العراقي، كفو فرج. ايوه خلاص. نام فوقه خلاص، راحت عليك يابا، جاي يفكونهم، راحت عليك خلاص. هاي شوفوا لي هاي وحده ثانيه، فرجوا مع البطولات. هذا عراقي مع مدرب امريكي، العراقي طبعا معروف هالاسمراني اللابس قميص شيال، وهذا من جاي الامريكي. فرج ابدو كفو والله، قال له ما صار انه مره ما صار خيو، هذيك المره ما هي محسوبه، مي قابول بلا واحده غيرها. رب شوف ايه، تعال جاي ايه، تعالوا لك ايه. كفو والله، بوحدة ثالثة الاثنين حاج، حاجتك اثنين حاجتك، خلاص حاج يكفيك هيا. طيب افرجيكم وحدة النوب، مو وحدة كثير. هذا الاسمراني ابو شوارب مثل ما قلت لكم زاد، هذا عراقي وهذا الاصلعاني امريكي.
تفرج على النمر، تفرج تفرج على باقيرة. شوف والله اللي يشوف آلياتكم ومدرعاتكم يقول شغلة ما يعرفكم خرطي. يلا هات له شوف. يا بلون ما بي لون الشغلة بلدين والله لا نغذيكم مصقعة. شوف ربع يضحكون عليه. خلاص راحت عليك دعك شلون نحكمه. خلاص ما عليك قدر تنفس. خلاص يابا خلاص خلاص حبيب قلبي أفرجيكم وحتى النوم. هذا يا حبايب قلبي تحدي مصارع، نوب مصارع، أفرجيكم مصارع. تفرج هذا اللابس أزرق عراقيين واللابسين هذاك الجيشي هيك أخضر أميركان خسئته. وبالأزرق هذا النمر عراقي. العب يا نمر. اوف والله بردت قلبي. دعك ودعك بلقع، دعك ودعك مرغلو تمرغل مرغلو غذاء حاسوسة. خالص يابا خالص خنفسانة وقلبت على ظهرك، خنفسانة وقلبت ما عاد تقدر تجلس. الحاكمك عراقي، الحاكمك هذا فوقك عراقي. سلم يا ابو سلم، سلم للامر الواقع. والله رفعت راس، والله رفعت راس. افرجيكم معاه حاليا يا حبايب قلبي تحدي سرعه بتغيير مخزن السلاح. يعني خيو مو بس بمصارعه الجسد، افرجيكم تغيير مخزن السلاح السريع والاطلاق. شوف هذا من جاي امريكي وبطاقيه حمراء عراقي. شوف ها شال بس المخزن، حط مخزن ضرب الشكا. خلاص سلم. مو فهمتم؟ تفرجوا منه راح اعيد لكم اياه. تفرجوا يلا. اول شيء عينون، بعدين بده سوي ينزل يغير المخزن يحط مخزن جديد يضرب. حظاوفر في المره القادمه، حظاوفر. هنا يا حبايب قلبي شوفوا لي هذا التحدي بين مدرب أسترالي وجندي عراقي. هذا يا حبايب قلبي اللي اللابس أسود عراقي، اللابس أسود عراقي، وهذاك مدرب أسترالي على حسب ما وصلنا الفيديو. فرجوا يسوون تمرين ضغط، طبعا التمرين طويل نكره ونشوف آخر شي مين راح ينتصر. تفرج 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 آخر شي تعبم. شوف سر الامريكاني الاسترالي وفاز العراقي. كفو تفرجوا تفرجوا شلون بده يخسر، ما عاد يقدر ينزل يرفع ركبته. شوف هذا المنجاي عراقي. خلاص عباوفر يا ويل قلبي. يصفقوله ربعه. طيب حاليا ظل عندنا مقطع واحد، لازم مقطع واحد التحدي بالايدين. تفرج طبعا هذا السوداني امريكي وهذا ابو شوارب عراقي. انتم شوفوا هذا ابو شوارب شو يسوي، شوفوا ايش قد متبرد عم يتهرج وطالع طالع المشط عم يمشط شواربه. عم يمشط شواربه. كفو والله ابن العراق، حط المشط بجيبه. شوف على هذا الامريكاني ايش قد عضلات ومع ذلك داقه مش سوى.
شوفوا مش قد يعني شوف طالع سكارة ويشغل السكارة والله مو شايله من أرضه بس خايف تخسر يعني آخر شيء ها نمر هذا هو الجندي العراقي والبطل العراقي فرجيتكم يا حبايب قلبي كومنت مقاطع لشلون تحديات بين الجندي العراقي والجندي الامريكي ويفوز الجندي العراقي وهذا دليل انه فوزهم علينا الغرب وامريكان وغيرهم مو بقوتهم الجسدية والله بعوض والله عبارة عن بعوض ولكن المقومات اللي عندهم والله كريم يرزقنا هالمقومات ونفرجيكم شلون أتمنى يكون عجبكم المقطع حبايب قلبي وشفتم قوة الرجل العراقي حبايب قلبي وأتمنى تساعدونا على نشر هذا المقطع وما تنسونا من اللايك بارك الله بكم وإن شاء الله يكون عجبكم المقطع والسلام عليكم ورحمة الله